من هنا ابتدأت المسيرة، ومن على أعتاب بوابة هذه الجامعة الشامخة انطلق مشوار 6 سنوات. طالب قادم من المرحلة الثانوية ومعه آمال وطموحات لا شاطئ لبحرها. بدأت الرحلة، وكان التحدي الأول فيها هو تحدي اللغة الإنجليزية، فاللغة هي أداة العلم، ويستحيل أن تتقن علماً لا تمتلك أدواته، حيث كان مطلوباً من الطالب في نهاية السنة التحضيرية أن يتقن اللغة الإنجليزية بالحد الأدنى، والذي يضمن له التمكن من دراسة الطب في السنوات التالية دون أن تكون اللغة عائقاً أمامه. تضاعفت مجهودات الطالب وتعاضد، وتسارعت خطواتهم وتسابقت لإتقان اللغة، فاستوعبوا أساليب اللغة وحفظوا مفرداتها على مدار عام كامل. فطويت بذلك صفحة تعلم اللغة بانتهاء السنة التحضيرية، لتفتح صفحة تعلم الطب التي لا تطوى، تعلم مستمر من المهد إلى اللحد. انطلقت المرحلة ما قبل السريرية، وفيها تعرفنا على عدد من علوم الطب الأساسية مثل علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء والكيمياء الحيوية وعلم الأدوية وعلم الأمراض وغيرها الكثير. لا نزال نتذكر جيدا هيبة مشاهدة أول جثة في معمل التشريح، والصعوبة تعامل مع المجهر لأول مرة في معمل علم الأنسجة، وصعوبة فهم تأثيرات الأدوية وتفاعلاتها في أول محاضرة لعلم الأدوية. تميزت هذه المرحلة بمزايا عديدة، حيث نمت علاقات الصداقة بين الطلاب واشتدت أواصرها، وبنيت جسور التعاون بينهم وامتدت، فكنت ترى جموع الطلاب في المكتبة يشرحون لبعضهم ما استعصى عليهم فهمه، ويلخصون لزملائهم المعلومات ليسهل عليهم استذكارها. كما تميزت هذه المرحلة أيضاً باكتساب الطلاب لكم كبير من المعلومات والمهارات، فمن قاعات المحاضرات الوافرة بالمعلومات إلى قاعات النقاش الصغيرة والتي تصقل فيها المهارات، كان ذلك الطالب الطبيب يقضي يومه. كانت الأيام تمر، والساعات تنقضي، واللحظات تتسارع لترسم ملامح صورة ذلك الطبيب وتكتب فصول قصة نجاحه.